في شخصيات باردة بطبعها وفي شخصيات ما بتبقاش باردة بطبعها ولكن هي عاملة باردة، وفي شخصيات بتبقى عاملة باردة وهي أصلا باردة. ايه اللخبطة دي؟ يلا بينا نفهم. أهلا بأجمل عيلة وأجمل ناس في الدنيا. لا شك أن البرود شيء تقيل قوي على النفسية وصعب قوي، وخلي بالكم الإجادة يعني الشخصيات كلها مش ممكن تجيد في استخدام فن التبارد ده وان هي تتبارد يعني، او على الاقل هيكون في فروقات هتسمح لنا ان احنا نرتبهم في حلقة النهاردة. احيانا بيكون التبارد مطلوب، واحيانا وفي احيان كتيرة بيكون ملوش اي ستين لازمة من وجهة نظر يعني. وفي ناس ما بتطيقش ابدا اللي بيتبارد، ان ما كانش كل الناس يعني، انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يحب شخصية بتتبارد، ولكن صراحة في بعض المواقف كده ممكن تحتم علينا ان احنا نتبارد. احنا هنفهم الكلام ده قوي لما نخش في تفاصيل حلقتنا. احنا معانا كل الابراج بقى من ال 12 للمركز الاول، كل حد معانا بيتفرج عليا دلوقتي يتوقع يكتب احساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شوية يقول لنا المركز الاول ويكتب لنا. انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. الساعة 9 يا جماعة كل يوم عندنا لايف على الانستجرام بنجاوب اسئلتكم كلها، وبعده بساعة الساعة 10 بتوقيت مصر لايف على الفيسبوك. اللي يحب ينضم لنا الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، واللي ما اشتركش كمان في قناة محمد ابو زيد يا ريت يشترك على الفيسبوك واليوتيوب، واضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان اشعارات الحلقات ما يفوتش عليكم. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ال 12. في المركز ال 12 اكتر برج مستعجل في الابراج كلها، اكتر برج حماسي ومندفع هيعرف يتبارد. اولا في طبعه ما فيش حاجه اسمها تبارد، ثانيا عشان يجي ان هو يتبارد لا عنده صبر ولا عنده قدره ولا عنده مقدره فيفشل اكيد. الكلام عن برج القوس رجل او امراه مش هنطول عنه في الكلام، خلاص هو في ال 12 اعلى منه اخوه في العائله الناريه برجي. هو يجيد في بعض الاحيان ولكن مقارنه بالرجال اللي هتيجي بعد كده او بالنساء اللي هتيجي بعد كده او بالابراج بشكل عام اللي هتيجي بعد كده هو هيجي في المركز ال 11. يعني حتى برج الحمل اذا حاول ان هو يتبارد بيفشل، ما بيعرفش، ما عندوش صبر، عصبي، مندفع، مستعجل. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز العاشر ونلتقي ببرج الجوزاء الهوائي. حد في الدنيا شاف برج جوزاء بيعرف يتبارد؟ طب انت يا برج الجوزاء اللي بتسمعني عشان الكلام يكون دقيق، ايا إن كان انت رجل او امرأة، بتعرف تتبارد؟ بتعرف تعملها؟ طب وان عملتها اخرك كام؟ نفسك كام؟ يعني 5 دقايق 10 دقايق؟ هو ده قصدنا. على فكرة خلي بالك، مش معنى ان انت ممكن تعمل نفسك نص ساعة متبارد او ان انت تتبارد كده انت بتعرف، لان رجال القمة او نساء القمة او ابراج القمة ممكن تتبارد بالايام والشهور. عرفت بقى ان انت في فرق كبير قوي بينك وبينهم. الطبيعة النارية عامة بتلعب دور يعني في حلقة زي بتاعة النهاردة، زي ما الطبيعة النارية لعبت دور مع برج القوس وبرج الحمل لازم تلعب دور مع برج الأسد عشان ننتهي تماما بقى من العائلة النارية اللي هم يعتبر خارج نطاق الحلقة أو خارج موضوع حلقتنا بالمرة. معاهم برج الجوزاء الأسد الناري في المركز التاسع رجل أو امرأة. أي أنثى يا زعيمة العصابة انت عارفة الكلام ليك، بتعرفي تتبردي؟ طب وإذا يعني قررت إن أنت تعملي كده بتنجحي؟ طب بتقعدي فترة قد إيه؟ طب عندك صبر على السياسة دي؟ أتحداكي إلا لو كنت أسد مضروب بقى. يعني أسد مضروب يعني شهادة الميلاد بتاعتك بقى غلط، حد ضحك عليك وقال لك إن أنت برج أسد. في حاجات كتير ممكن تخلينا نخدع في أبراجنا وما نكونش يعني عارفين برجنا الصحيح. احنا هنعلى كمان نوصل للمركز الثامن، هنخش في منطقة وسطى ومن أول البرج ده احنا وصلنا بقى للأبراج اللي بتعرف تتبارد حرفيا. برج الميزان الهوائي رجل أو امرأة، والنساء أشد والرجال برضه ليها باع. أي ميزانية عسل دلوقتي ترد عليا تكتب لي في التعليقات بتعرفي؟ والله بتعرفي. بتطولي؟ اه بتطولي، على الاقل انت تقدري تطولي في السياسة دي على الاقل اكتر من الابراج اللي سبقتك، بس برضو مش زي برج الثور. دخلنا في التراب وما ادراك ما التراب، في حلقة زي حلقات النهاردة او زي حلقة النهاردة. الثور في المركز السابع رجل او امرأة، هو في منطقة وسطى يعني لا هو ما بيعرفش يتبارد خالص زي الابراج اللي جت في القاع
ولا هو متمكن ومتمرس قوي يعني في الصنعة دي زي أبراج القمة اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. الموضوع عنده وصل يعني. أنا نسيت أذكركم كده، يا ريت يا أصدقائي اللي بيشوفوني يعني لو الحلقة دي عجبتكم دوسوا لايك رجاء يعني، عشان أحس إن في تفاعل وإن أنتوا قريبين مني، ونركز على النوعيات دي من الحلقات. مش عجبكم برضو دوسوا ديسلايك، بس يا ريت تقولولي السبب، بيفرق معايا رجاء يعني. ما أعتقدش إن في حد في عيلتي عامة بخيل. المركز السادس، احنا خلي بالكم ما دخلناش في الابراج اللي هتشلك، لسه في ابراج هتشلك فلسه ربنا ما اكرمناش بيهم. ولكن لما نخبط في برج الحوت شوية ممكن يشلك، ممكن يشلك، بس والله هو رحمة مقارنة بالابراج اللي هتيجي سابقاه. وبرج الحوت في مواقف معينة لو زعل قوي، لو اكتئب قوي، او لو اشتد الخصام عنده قوي ممكن يتبارد. الابراج المائية عامة لازم تقول كلمتها في موضوع زي ده. من الاساليب كمان اللي يلجأ ليها برج الحوت تحديدا لعقابك، للتعبير ان هو غضبان او زعلان منك، ان هو يتبارد. تخيل رغم ما يحمله بداخله من مشاعر ملتهبة. المركز الرابع حجزه برج الجدي الترابي. هذا البرج ممكن يتبارد بشكل كبير، وممكن تشوفه ان هو بارد، وبالاصل ممكن يكون بارد، كل ده ممكن. هو بيقدر يعملها قوي من اول بقى تحديدا برج برج الجدي عفوا اللي في المركز الخامس. هي دي الابراج اللي ممكن تشلك ولا قدر الله تقعدك على كرسي متحرك اذا نوت، اذا حطت في دماغها. ابراج متمكنة في سياسة التبارد، في البرود، في ان هي تظهر لك كمان عكس ما تخفي، في ان هي تشلك يعني بعد الشر عليك او عليكي. برج الدلو الهوائي في المركز الرابع واحد من اخطر واقوى الابراج في حاجة زي كده، واكيد اللي اتعامل مع هذا البرج هيؤكد على كلامي في حلقة النهاردة. ممكن يجيب لك كساح، مش شلل بس، كساح ممكن تتشل من الرجلين والايدين يعني. هو برج الدلو صراحة اللامبالاة بتاعته شديدة قوي، ولما بيتبارد يعني هقول ايه، انا قلت اللي انا عايز اقوله فما توصلش معاه، حاول للمرحلة دي. العقرب في المركز الثالث. العقرب مش بارد عامة، ولكن هو بيعرف يتبارد قوي 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 فوق ما تتخيل. ممكن يفلقك، ممكن يجيب لك شلل نصفي بقى يعني. العقرب ممكن يجيب لك شلل نصفي. مشكلة كمان برج العقرب رجل عمران ممكن يكون بيموت فيك يعني، ملتهب المشاعر تجاهك ويحسسك ان انت زيرو، صفر ولا اي حاجة. ممكن كمان يشعرك بالنقيض. السرطان في المركز الثاني رجل او امرأة. السرطان لو قرر، هو بركان من المشاعر التي تغلي ولا تتوقف عن الغليان ابدا، ولكن اذا قرر ان هو يتبارد هيبقى لوح تلج، وانا قلت قبل كده فحذاري منه في حاجة زي كده. مين بقى متصدر التركيز؟ خلاص كده كلنا عرفناه، برج العذراء. برج العذراء لا مبالاة شديدة، تبارد شديد، متحكم في مشاعره الداخلية. يفلق هو مش ممكن يشلك، هو ممكن الأول يشلك وبعد كده يقعدك على كرسي متحرك وبعد كده ممكن تموت يعني، ونقرأ لك الفاتحة ونقول عليك ربنا يرحمك. العذراء كده. والابراج دي، الابراج دي اذا تعاملت، الابراج القمة عامة اذا تعاملت مع ابراج سريعة يعني، تحديدا مع ابراج اللي جات في القاع، يبقى في توتر كبير قوي يكون السبب الرئيسي فيه او من اسبابه الرئيسية هي نقطة التبارد دي. لان باختصار الابراج اللي تحت في القاع ما بتطقش حاجة اسمها التبارد، عشان كده فاشلة فيها، بينما ابراج القمة بتتبعها كتير وفي احيان كتير، فتلاقيهم هما الاتنين صعب يتفقوا مع بعض الاتفاق الامثل اللي ممكن حد يعني يتمناه. بفذكركم تاني، اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يا ريت يدعمها بلايك، لو عجبته ما عجبتوش يدوس ديسلايك عادي. الساعه 9 ان شاء الله الليله بتوقيت مصر زي ما قلت لكم، يا ريت تنضموا لينا انستجرام وبعده الفيسبوك، بنعمل حلقات، بنعمل لايف، بنرد على كل استفساراتكم. وما تزعلوش ان انا بتاخر في الرد على الخاص غصب عني، والله ما تزعلوش مني، مش اهمال ولا حاجه. هتوحشوني بقى على ما التقي.